chicken breast sautéed carrots with tarragon sauce هي وصفتنا لليوم. رح يكون معي مارون جديد لها الوصفة. بدنا نبدأ بالدجاج المنقوع. بدنا زيت نباتي، صدر دجاج، بدنا ملح وبهار أسود. أما للجزر بلزمنا زبدة، شرائح من الجزر والطرخون المفروم، ملح وبهار. أما للجليزينج بلزمنا عسل مع Chinese five spices powder. للصوص بدنا نبيض أبيض، بصل مفروم، كريم فريش، كمان طرخون مفروم، وجبنة الجريير. وأكيد بعد الكوكينج رح نشوف البرزنتيشن وندوق سوا هالطبق. رح ناخد بريك، من بعدها رح نبدأ ببالانس مع ناتالي، ومن بعدها موضوع فالنتاينز بإيكو مع مارك. ضلكن معي. بالأشياء اللي بتصير هيك بشكل شوي غير متوقع، بس انه بنربح شويه وقت سوا. طبعا ما هيك؟ كيفك؟ بعدين بستفيد انه تينا مش هون، ها؟ بصير فيني بدي عيدي على كل شيء بدي. ليك شو رايك بلش اقطع الجزرات؟ في ليك لا شاطر في قطع الجزر؟ شو بدي اعمل جزر؟ بدك؟ سلايسينج فينا يلا. طيب خلينا نعمل شغله. بس هذا صحي. اي صحي كثير. لك انا اوريدي بلشت بجزر قطعت لهون. ما بقى في جزر. طيب لا في كتير جزر كرمال هيك. بدنا اليوم نحن رح نعمل رسات بعد بالاستراغون، كان على اساس بنعملها الجمعه الماضيه، صار اربع ما طلعنا تركناها لهيدي الجمعه. كنا الجمعه الماضيه عاملين تام كلها تارجون، طبخنا بالاستراغون. هلا اوبسلي الاستراغون فينا نستعمله ناشف مثل هذا اللي عندي هون دراي، وفينا نستعمله فريش مثل يلي كمان استعملناهم الجمعه الماضيه. هلا في شغله ما حكيت عنها الجمعه الماضيه هلا خطرت على بالي، هو الريشيو لما بكون عندي ريسيبي عم بستعمل فيها فريش هيربس او عم بستعمل فيها دراي هيربس. قد ايه بتستعمل طازه قد ايه بتستعمل نشف؟ صح سو لما انا عم بستعمل، اذا عم بستعمل 1 خليني اقول 3 تيبل سبونز اوف فريش تاراجون او فريش هيربس شو ما كانت، اللي بدي استعمله بالدراي هو 1. لانه ال1 اكيد لما يتنشف بصير في ايفابوريشن، بصير في كوندنسيشن للفليفرز، والكيرف تبع الفليفرز بالفليفر كيرف بالفريش هيربز هي بتطلع كثير بسرعه وبتنزل كثير بسرعه. اوكي. انلايك الدراي هيربز، دراي هيربز بتطلع شوي بتضلها طالعه. سو اوكي. ما عندك مع الوقت والبراد والطبخ الى اخره. لكن حلو نستعمل اكيد اعشاب، يعني بعدنا مقطفينها ومغسلينها. ابسولوتلي. بس الاعشاب المجففه الطعمه خاصه المجففه بطريقه مضبوطه كمان، وطعمه okay. عندك تقريبا طعمه هي ذاتها. Okay. واذا منشفه بطريقه مضبوطه، منشفه بعيد عن الضوء، منشفه على حراره مضبوطه الى اخره. طيب نحن رح نعمل بما انه عندنا تاراجون رح نعمل شو بدك قص شو بدك لك شو بدي اول شيء بدي تعمل حتى انت تبلش تحضر الجزر. انا هيك ببلش اعمل سيزنينج للدجاج والجريزينج. بدي منك اذا بدك هيك تتسلى شوي اول شيء بالجزرات، نعملهم هيك عم نعطيهم شكل هون، نعطيهم شكل شوي احلى ما يكونوا الى اخره. اوكي. وهدول هدول رح اشيل لك اياهم عن طريق من قدامك، بعدين بتقصهم. هلا فيك تقصهم شوي دياجونال كات هيك، وفيك تقصهم مبرومين. اوكي. سو وات ايفر وات ايفر يو ويش. دخلك تينا وين شفتها اليوم؟ ما بعرف تينا وين. واتساب دوك. هاي. تبع؟ كيفك؟ شو؟ جود؟ في تزعبر انا شايفه. لا نحن ما بنزعبر، بنزعبر على بنزعبر على الهوا هيك لايف. بتزعبر انا شفتها البال عم ياكل. زعبر شرعي. عم بزعبر. هذا زعبر شرعي، هذا زعبر شرعي اسمه. طيب شو عم نعمل؟ عم نعمل روسات اليوم، بتعرف شو روسات تبع اليوم؟ ولاو. ايه بسيف. واو. I was testing you only. تاراجون مع تشيكن. طيب ليك شو رح اعمل؟ انا مين وايل هلا قال عم بيعمل ال انا رح بلش اطبخ دجاج بهذا الوقت. كيف طلعوا معك زهور؟ اوكي. هيدي تقنية الشيف. تنتون هيدا هون رح ناخذ رح نعمل. ما لاحظت انه مع جلدك. مصر مع الجلد. لأنه الجلد sometimes it stays especially when it's crispy. وخاصة لما بتعليها presentation بتطلع حلو. مش بس للشكل؟ إنه مش بس للشكل، للشكل ولل طبعاً. يعني في ناس باي ذا واي كثير بيحبوا ياكلوا جلد الدجاج. خبركم خبرية، لما كنت صغيرة كانت أمي تسلق الدجاج. اوكي. قبل ما تفصل السوق تشيل الجلد تاكلها. هلا I love it. تاكلي الجلد نية يعني؟ لا. مارون.
بعد ما تكون مسلوقة. اوكي رح اعمل سيزنينج للدجاج بهذا الشكل. اوكي برجع. و نسيت ملح بهار. ملح بهار وتارجون اوف كورس. ما بدها نقع يعني. نو 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 لا شو هي بدها تفوت على الفرن هاي. كيف رح تستوي معنا؟ اكيد فهمتي من ثلاثه شو عم بشرح لك اسئله لانه الليله كمان عم بعمل دجاج بهالطريقه. اوكي بس انا بقصهم بيكاتا لا عندك فرن بالبيت؟ لا اكيد تستوي رح تشوف كيف رح تستويها هلا. اوكي هون عملت لها سيزنين كلهم. رح ارجع بعد شو اعمل؟ شو بدك نعمل هلا؟ شو هون بدنا نكفي قص؟ اذا بدك نكفي قص كم زهره فينا رح اعطيكي هذه البوز حمر هون حطي البطاطسيون بقلبهم هيك اوكي نحطهم هون حتى بعدين نطبخهم. هلا فيكي تعمليهم بالزستر وفيكي ما تعمليهم بالزستر مثل ما بدك يطلعوا زهور يعني يس يطلعوا هيك شوي فيهم هلا feminine touch extremely feminine touch. طيب رح اخذ وين الدراي تارجون حطيته كنت عم بحكي عنه من شوي يحوي هون في نستعمل دراي في استعمل فريش في استعمل اللي بدي. هون شو رح اعمل؟ رح اخذ هلا هي فوالا رح احط زيت. اوكي طيب شو رح ابعد عنك شوي مشان ما طرتشك. شو رايك؟ فيك تبعد المقلاية عني؟ أنا ما في بعد عنك بس بعد المقلاية عنك. أوكي رح أرجع حط معها كمان a touch of butter هيك مشان كمان طعمة. ها سي بون. أوكي طبعا بتخلك البتر بتعطي لون أكثر لل بتعطي لون لأنه الزبدة أكيد بتحترق بتستوي على نار أوطى من الزيت عادة. ولا هيدي هون. أوكي طيب هلا مين وايل كمان شو رح اعمل؟ رح اخذ هيدي الطنجره رح احط فيها العسل بعد كله تينا كله نعم طبعا. اوكي فوالا هير يو جو اوب فوالا. اوكي هلا كنت عم تسألين سؤال اذا بيستوي الدجاج بهالطريقه اكيد رح تشوف كيف لانه خليته صدر على حجمه لانه طبعا رح شوف شو اعمل رح اخذ كمان لانه عم بطبخ بالاستاغون رح كب لي كم حبه هون هيك. اوكي هلا هون رح كب لي بصل مش هلا بصل بعدين رح اخذ الدجاج رح احط اول شيء سكن سايد داون اللي هي لانه اتس برزنتيشن سايد مثل ما على طول بقول هلا Here you go. Okay. هلا رح غطيها. هيدي لهون. هيدا السر لكن. هيدي هون. كمان بدي غطيها لسببين، أول شيء حتى ما تصير الدنيا كلها زيت. اوكي. وبلس إنه بتستوي بسرعة لأنه رح يضل الستيم جوا. إنه هيدا إذا بدي شوي بنقله pan steaming. It's a pan frying. and steaming at the same time. Okay. يعني هو ما في شيء اسمه pan بالcooking method and technique ما في شيء اسمه pan frying and steaming. في شيء اسمه pan steaming في شيء اسمه pan frying في شيء اسمه كتكنيك. لما نقول pan steaming بنقول حطينا شوية pan steaming. pan steaming هو شو بتعملي؟ بتحطي بتعملي سوتي. اوكي اول شيء بتعملي جزر ولا شو ما عم تعملي مثل ما رح اعمل انا يمكن بعتقد رح اعملها بجزر اليوم. بترجعي بقى ما بتعمليها سوتي بتزيدي عليها سائل ليكويد في يكون مرقه في يكون شو ما كان لحتى الستيم والسائل بدك تحطيه بده يكون هلا نعملها بجزر تقريبا مغطى ربع البرودكت. اوكي بتغطيها بتركيها تنطبخ اتس اون فيبر اتس اون جوس. اوكي هلا مين وايل انا هون شو رح اعمل؟ رح اخذ العسل بصراحه ما فضيتهم انا ما بدي فضي من وحده لوحده تصير عذاب قلت معني على الهوا بعمل هيك رح اخذ هلا هاني نار كثير خفيفة للعسل رح اعمل اوكي رح سخنه هلا اذا عندي مايكروويف اذا عندي مايكروويف فيي استعملها اكيد انه مشان ما
بتحط طنجرة بحطهم ببول صغيرة بالميكرويف. أنا بس بدي يعني. بس بدي رخيهم أنا ودفيهم إذا بدك. أوكي. بحط أحط عليهم شو؟ أوكي. Here you go. هلا رح أخذ five spices Chinese five spices. يا حني. أوكي. رح أحطهم يعني. فيهم نتمك، فيهم بافل سيشوان، فيهم جينجر، فيهم كبشة قرنفل. نتمك يعني جوزة الطيب معي؟ جوزة الطيب، فيهم كبشة قرنفل، فيهم بافل سيشوان، فيهم جينجر. هاي كبشة ما كثير بنحطه بالأكل كبشة لأنه طعمته قوية. بس بس بتحط مثلا بمربى، مثلا مربى اثنين، اثنين ثلاثة كبوب بس. ايه ايه بتعقل. بالطبخ بالطبخ بنستعمله بس قليل، على طول بيكون بالميكس. يعني ولا مرة بتعملي يعني انت بتستعمل اذا بتعمل صوص بشاميل بتاخذي بصله هيدا على طول بنستعمله بنشكهم بقلب البصله وبنحطهم فيها اذا بتعملي بتسلقي موزات عم بتسلقي لحمه يعني هيك نحن هيك بنشك بالبصله لنعرف نرجع نشيلهم بعدين او في غير سبب لا بنشكهم بالبصله لحتى لانه اذا كبيتهم بقلبها للطبخه ما رح فيك تلاقيهم ما تلاقيهم والبصله لما بتشك فيها في لها طريقه تتقشر يعني مش مثل هون شيء قاصين لكعبه على الاخر قاصين لراسها رح ناخذ بريك مرور سريع نشوف شو بيصير بعدين اهين شيء